دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستبدال الزراعات شديدة الاستهلاك للمياه بزراعات مماثلة تستخدم مياها أقل، داعيا في الوقت ذاته لاستخدام أوسع لنظم الري الحديث. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي. وطب الأراضي اللي بتتري بالري بالغمر من غير نظم ري حديثة، احنا هنا مكلفين فلوس كتير قوي. طب ليه؟ عشان محاولين ان احنا بما ان احنا بنزرع الاراضي ديت، يبقى من الاول كده نحط كل النظم اللي تخلينا نستخدم اقل حجم من الميه في الانتاج. طب ما هو ممكن، انا اسف اقول يعني، بال 11 مليون متر ميه في اليوم دول يكون في الدلتا بيتزرع بيهم اقل من كده، اقل من الكميه ديت. ليه؟ لانه نظم ري مش كلها حديثه يعني. إذن مرة تانية وإحنا بنتكلم على إجراء في الزراعة اللي إحنا بنتكلم فيه، إحنا بنتكلم على 4 مليون فدان. كتير هيسأل المية دي جايبينها منين؟ فبنقول له بنجيبها من الآبار. والنهاردة لما كان اللواء توفيق بيتكلم على عندلة، إحنا بنتكلم على طبيعة أرض وطبيعة مية.